بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي الطلاب نلتقي معكم مجددا مع درس من دروس الاحياء وهو درس الصفات غير المندليه والتزاوج ثنائي التهجين درسنا فيما قبل التزاوج احاد التهجين والصفات المندليه التي درسها العالم مندل واليوم ان شاء الله سنكمل معكم بعض الصفات غير المندليه التي لم يدرسها مندل ودرست فيما بعد علماء اخرين والتزاوج ثنائي التهجين. مؤشرات الأداء لهذا الدرس التمييز بين السيادة التامة والسيادة غير التامة وما يسمى أيضاً بالسيادة المشتركة. واستخدام مربع بنت لتوقع نتائج تزاوجات ثنائيات التهجين. المؤشر الثالث التمييز بين تزاوج أحد التهجين وتزاوج آخر ثنائي التهجين. درسنا في السيادة التامة أن السيادة التامة تكون بين أليلين أحدهما سائد والآخر متنحي فعند اجتماعهما معا في فرد واحد الأليل السائد والمتنحي فإن السائد يلغي تأثير المتنحي ويظهر ويختفي تأثير الأليل المتنحي فمثلا إذا رمزنا لأليل اللون الأحمر في نبات البازلاء بالرمز R كابيتال والأليل R سمول يرمز إلى اللون الأبيض فما ناتج تزاوج نباتي بازلاء أحدهما ذو أزهار حمراء نقية والآخر ذو أزهار حمراء هجين من ما درسناه سابقا نجد هنا أن جميع الأفراد ستكون R capital R small وهي حمراء الأزهار فنلاحظ هنا أن الأزهار الحمراء الهجينة R capital R small فيها في التركيب الجيني لهذا الفرد R capital و R small معا واجتماعهما معا يظهر أن R capital هي اليل اللون الاحمر، ار سمول هي اليل اللون الابيض، ار كابيتال تلغي تاثير ار سمول والذي يظهر في الشكل الظاهري هو اللون الاحمر. ماذا يحدث اذا زاوجنا ار كابيتال ار كابيتال الهجين مع مثله؟ اي تلقيح ذاتي. في التلقيح الذاتي ار كابيتال ار سمول ازهار حمراء هجين مع ار كابيتال ار سمول ازهار حمراء هجين ايضا، نلاحظ هنا ار كابيتال كابيتال نقي مع أه و ار كابيتال ار سمول أركبتل ار سمول اثنان بنسبه النص او 50% والربع ار سمول ار سمول أه صفه متنحيه ابيض الازهار. هذه كانت هي السياده التامه، السياده التامه يكون فيها احد الاليلين يسود سياده تامه على الاخر. الازهار الحمراء النقيه مع الازهار البيضاء النقيه كانت جميع الافراد الناتجه صفه حمراء الازهار اي ظهرت احدى الصفتين واختفت الاخرى التي ظهرت اي الحمراء سميناها صفه سائده والتي اختفت الازهار البيضاء سميناها صفه متنحيه هل تتوقع ان نحصل على نفس النتيجه اذا اجرينا هذه التجربه في نبات اخر غير البازلاء وهو مثلا نبات شب الليل نلاحظ عندما نجري في نبات شب الليل تزاوج بين نبات ذو ازهار حمراء نقيه ونبات اخر ذو ازهار بيضاء نقيه، هذا التزاوج تزاوج تلقيح ذاتي ام تلقيح خلطي؟ نباتين مختلفين اذا هو تلقيح ماذا يا شباب؟ تلقيح خلطي. في نبات البازلاء كنا حصلنا على جميع الافراد أزهار حمراء وهذا يدل على أن اللون الأحمر في نبات البازلاء سائد سيادة تامة على أزهار اللون الأبيض. هنا كانت النتيجة مختلفة في نبات شب الليل. ظهرت صفة وسط بين الصفتين. لا هي حمراء ولا هي بيضاء ولكنها صفة وسط بين الصفتين وهي أزهار وردية. هذه كانت هي أفراد الجيل الأول تلقيح خلطي بين نباتي شب الليل ذو ازهار حمراء نقيه والاخر ذو ازهار بيضاء نقيه. ظهور الصفه الحمراء في نبات البازلاء يدل على انها صفه سائده. واذا ظهرت الصفه البيضاء فهذا يدل على ان صفه اللون الابيض في نبات البازلاء صفه نقيه. واذا اجتمع الاليلين معا ار كابيتال في نبات البازلاء تظهر السائدة وتختفي المتنحية تظهر البيض الحمراء وتختفي البيضاء هنا اجتمع الأليلان مع هذا الفرض الناتج وهو في الجيل الأول في نبات شب الليل هنا يحمل صفة وسطية بين الأحمر وبين الأبيض الذي أدى إلى ظهور الصفة هو الأليلات الأزهار الحمراء يتحكم فيها قليل حاول الظهور هنا ولكن لم يظهر كاملا الازهار البيضاء نعم يتحكم فيها قليل اخر حاول الظهور هنا ولكنه لم يظهر ظهورا كاملا اذا الاحمر لم يستطع ان يلغي تاثير الابيض والابيض لم يستطع ان يلغي تاثير الاحمر وظهرت صفه وسطيه بين الصفتين او بين السمتين اللي هي الازهار الورديه اذا نستنتج هنا ظهور صفة وسطية يدل على أن صفة اللون الأحمر في نبات شب الليل صفة سائدة إذا لا بد أن يرمز لها بحرف كابيتال أليلها يعني والأزهار البيضاء أيضا هي صفة سائدة ويرمز لأليلها بحرف كابيتال فهنا الحمراء نرمز لها بأليلها بالحرف ار كابيتال كل أليل والبيضاء يرمز لها بحرف آخر دبليو كابيتال كابيتال نلاحظ هنا افراد الجيل الاول ذات ازهار ورديه في نبات شب الليل الازهار الحمراء والازهار البيضاء هما الابوان الازهار الورديه هما افراد هي افراد الجيل الاول فالازهار الورديه ناتجه من تزاوج افراد ذات ازهار حمراء واخرى ذات ازهار بيضاء الازهار الورديه هي طراز مظهري وسط بين الاحمر وبين الابيض اذا الاحمر والابيض كلاهما له تأثير في ظهور الطراز المظهري لأفراد الجيل الأول الأزهار الوردي فإذا رمزنا الأزهار الحمراء لأليل الأزهار الحمراء بالحرف R كابيتال وأليل الأزهار البيضاء بالحرف W كابيتال وكل منهما نقي في الأبوين الحمراء w R كابيتال R كابيتال والبيضاء W كابيتال W كابيتال فماذا نتوقع أن تكون أن يكون التركيب الجيني لأفراد الجيل الأول الأزهار الوردية تكون قليل من أحد الأبوين وقليل من الآخر أي R كابيتال و W كابيتال هي نعم R كابيتال W كابيتال نجري هنا تلقيح ذاتي لأفراد الجيل الأول لكي نحصل على أفراد الجيل الثاني نلاحظ هنا أفراد الجيل الثاني f بعضها بيضاء وهي بنسبة الربع وبعضها حمراء بنسبة الربع والنصف المتبقي ذو ازهار وردية. اي الازهار الوردية بنسبة 50% النصف والحمراء بنسبة 25% الربع وكذلك البيضاء بنسبة الربع 25%. هذه هي كانت نسبة الافراد الظاهرة في الجيل الثاني في تلقيح نبات شب الليل. هنا الأزهار الوردية طراز مظهري مظهري هذا الطراز المظهري وسط بين طرازين متضادين الحمراء والبيضاء. ظهور طراز مظهري وسط بين طرازين مظهريين متضادين هذا يسمى بالسيادة التامة، السيادة بين الأليلين هنا تسمى سيادة غير تامة، تسمى سيادة غير تامة. في نبات شب الليل عندما نجري تلقيحا ذاتيا بين ازهار ورديه واخرى ورديه كانت هذه هي النتيجه الربع حمراء والربع بيضاء والنصف ذات ازهار ورديه. ان ظهور صفه وسط بين صفتين متضادتين يدل على ان هاتين الصفتين لا تسود احداهما على الاخرى سياده تامه اي الحمراء لا تسود سياده تامه على البيضاء والبيضاء لا تسود سياده تامه الحمراء وهذا وهذه تسمى السياده غير التامه. ظهور لون الازهار الورديه هذا هو المثال عند نباتي شب الليل احدهما ذو ازهار حمراء والاخر ذو ازهار بيضاء الجيل الاول هو ذو ازهار ورديه هو مثال على السياده غير التامه. انظر الى الصوره المرفقه واجب عما يلي. ماذا يرمز لكل من لون الازهار الحمراء ولون الازهار البيضاء ولون الازهار الورديه؟ من الشكل الحمراء هنا في الابناء ماذا؟ ار كابيتال ار كابيتال البيضاء ماذا؟ دبليو كابيتال دبليو كابيتال الورديه ار كابيتال دبليو كابيتال هل يسود اللون الاحمر على الابيض؟ او يسود اللون الابيض على الاحمر؟ الاجابه كما تحدثنا من قبل لا يسود أحدهما على الآخر ولذلك تسمى هذه السيادة غير تامة نأخذ بعض الأمثلة ما ناتج تزاوج نباتي شب الليل أحدهما ذو أزهار وردية مع آخر ذو أزهار حمراء مربع بنت يوضح هذا المثال الأول ار كابيتال ار كابيتال ذو ازهار حمراء والاخر ار كابيتال دبليو كابيتال ذو ازهار ورديه نلاحظ هنا نصف الابناء احتمال نصف الابناء ذو ازهار حمراء والنصف الاخر ذو ازهار ورديه. السؤال الذي يطرح نفسه هذا تزاوج بين نباتي ب... نباتي شب الليل احدهما ذو ازهار ورديه والاخر ذو ازهار حمراء. السؤال الذي يطرح نفسه ما ناتج تزاوج نباتي شب الليل احدهما ذو ازهار ورديه مع اخر ذو ازهار بيضاء نعتقد انها نفس النتيجه في المثال السابق وهي الابيض مع الوردي ينتج النصف ذو ازهار ورديه والنصف الاخر ذو ازهار بيضاء هذا هو المثال ما ناتج تلقيح نبات شب الليل ذو الازهار الورديه ذاتيا هذا الشكل يوضح نباتي شب الليل احدهما ذو ازهار ورديه والاخر ايضا ذو ازهار ورديه وهو الجيل الثاني هنا نلاحظ ان الربع ذو ازهار حمراء والربع ذو ازهار بيضاء والنصف ذو ازهار ورديه ننتقل بعد ذلك الى نوع اخر من التزاوجات الوراثيه وهي صفات غير مندلية ويسمى بالسيادة المشتركة والمثال فيها هو وراثة فصائل الدم في الإنسان نحن نعلم جميعا أن فصائل الدم في الإنسان أربعة فصيلة A والفصيلة B والفصيلة AB والفصيلة O ما الذي يتحكم في ظهور صفات فصائل الدم في الإنسان يتحكم فيها ثلاثة أليلات الأليل الأول أي سمول وهو أليل متنحي الأليل الثاني أي بي والأليل الثالث أي اي ولا يسود أحدهما على الآخر وكلاهما سائد لا يسود أحدهما على الآخر وبينهما سيادة مشتركة وكلاهما يسود على الأليل أي سمول إذا الأليل أي اي سائد على الأليل أي سمول إذا بينهما سيادة تامة الأليل أي بي يسود على أي سيادة تامة ولكن اي اي واي لا يسود احدهما على الاخر الاليل اي هو المسؤول عن تكوين مولد ضد يسمى مولد الضد ايه موجود على خلايا الدم الحمراء على سطح خلايا الدم الحمراء في الانسان وتسمى هذه الفصيله ايه الاليل اي بي هو المسؤول ايضا عن تكوين مولد ضد ولكن مولد ضد يختلف عن الاول ويسمى هذا بمولد الضد بي هذا الجدول يوضح التراكيب الظاهرية والتراكيب الجينية لفصائل الدم في الإنسان الفرد الأول أو النوع الأول الفصيلة A لها تركيبان جينيان اي اي نقي و اي اي هجين كذلك الفصيلة بي اي بي اي بي نقي و اي بي اي هجين اما الفصيلة AP بي لها تركيب جيني واحد فقط وهو اي 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 بي وهنا اي اي واي بي ليس بينهما سياده تامه لاحدهما على الاخر ولكن هنا السياده تسمى سياده مشتركه. اما الفصيله او فهي ترك لها تركيب جيني واحد فقط وهو اي سمول اي سمول وهي صفه متنحيه. هنا اعزائي الطلاب نكون قد وصلنا الى نهايه التزاوجات احاديه التهجين. ننتقل بعد ذلك إلى تزاوجات ثنائية التهجين. تعلمنا فيما سبق أن التزاوجات أحادية التهجين تكون بين مثلا نباتين أحدهما طويل الساق والآخر قصير الساق. ندرس هذه هذا المثال، هذا التزاوج بين طويل الساق وقصير الساق. فماذا إذا إذا كان النبات طويل الساق مثلا أحمر الأزهار والنبات قصير الساق أبيض الأزهار. هنا صفتين مختلفتين التزاوج في هذه الحالة يسمى التزاوج ثنائي التهجين. التزاوجات ثنائية التهجين هي تزاوج فردين يختلفان في زوجين من الصفات الوراثية المتضادة كما ذكرنا طول الساق مع لون الزهرة مثلا. المثال الأول تزاوج فرد نقي مع فرد نقي لكلا الصفتين. في هذا المربع يتضح تزاوج بين نباتي بازلاء الاول بذوره صفراء ملساء تركيبه الجيني ار كابيتال ار كابيتال هنا صفتين مختلفتين الثاني بذوره خضراء مجعده ار سمول ار سمول او الاليل ار سمول يرمز الى اللون الاخضر و واي سمول واي يرمز الى الملمس الاجعد هنا مربع بنت في التزاوجات ثنائيه التهجين يختلف عن مربع بنت في التزاوجات احاديه التهجين. هنا لدينا اربعه اليلات وهنا لدينا اربعه اليلات، اذا نحتاج الى اربع انواع من الامشاج المختلفه، ولكن في هذا المثال بما انه نقي فالاربع امشاج فيها نفس التركيب الجيني. حيث فيها ار سمول واي سمول. الفرد الثاني جميع امشاجه ايضا متشابهه في التركيب الجيني R كابيتال واي كابيتال فالناتج يكون جميع الابناء هنا R كابيتال R سمول واي كابيتال Y سمول وهي بذور نباتات ذات بذور ملساء صفراء جميعها هجين هذا هو ناتج تزاوج افراد الجيل الاول في التزاوج ثنائي التهجين نقي لكلا الصفتين نلاحظ أن الناتج 100% بذور ملساء صفراء هجين لكليهما أي R كابيتال R small, Y كابيتال Y small. تزاوج هجين مع هجين وهو التلقيح الذاتي لأفراد الجيل الأول في التزاوجات أحاديث ثنائية التهجين. وهنا R كابيتال R small, Y كابيتال Y small وهو الفرد الناتج من أفراد الجيل الأول. مع المماثل له R كابيتال R سمول Y كابيتال Y سمول هنا نلاحظ أن R كابيتال في التوزيع الأليلات في الأمشاج R كابيتال من الممكن أن تتحد مع Y كابيتال في نفس المشيج أي هذا المشيج يحتوي على R كابيتال Y كابيتال التوزيع الحر في قانون التوزيع الحر ومن الممكن أن R كابيتال تتحد مع واي سمول في هذا المشيج. ار سمول من الممكن ان تتحد ايضا مع واي كابيتال ومن الممكن ايضا ان تتحد مع واي سمول. هنا نلاحظ ان امشاج كلا الابوين اربعه امشاج مختلفه. فمن الممكن ان ار كابيتال تاخذ واي كابيتال او تاخذ واي سمول فهنا ار كابيتال واي كابيتال ار كابيتال واي سمول. مشيجان اخران؛ ار سمول من الممكن ان تتلاقى مع واي كابيتال، ومن الممكن ان تتلاقى مع واي سمول. هنا ار سمول واي كابيتال، وار سمول واي سمول. نكمل الجدول كما تعلمنا سابقا في مربع بنت لتحديد نتائج التزاوج بين نباتين من البازلاء كلاهما ذو بذور ملساء صفراء هجين، يكون ناتج الابناء كالتالي: نلاحظ ان ست.. تسعه من الستة عشر احتمال الناتجة من هذا في هذا الجيل تسعة من الستة عشر ذات بذور ملساء صفراء في هذا الجيل ثلاثة من الستة عشر ذات بذور ملساء خضراء والطرزان الجينيان لها R كابتل R سمول Y سمول Y سمول R كابتل R كابتل Y سمول Y سمول بالإضافة إلى ثلاثة أخرى ذات بذور مجعدة صفراء والطرازان الجينيان لها أر سمول أر سمول واي كابيتال واي سمول وأر سمول أر سمول واي كابيتال واي كابيتال. بالإضافة إلى واحد فقط من الستة عشر احتمال ذات بذور مجعدة خضراء وهي الصفة المتنحية للسمة المتنحية لكلا الصفتين أر سمول أر سمول واي سمول واي سمول في المربع الأخير هنا في مربع بنات نلاحظ من الأربع سطور في الأعلى أن تسعة من الستة عشر بذور ملساء صفراء، ثلاثة ملساء خضراء، ثلاثة مجعدة صفراء، واحد مجعدة خضراء. الملساء إلى المجعدة نأتي بالنسبة الملساء اثني عشر هنا تسعة وهنا ثلاثة يبقى المجموع اثني عشر. والمجعدة اللي هي السمة المضادة لها نلاحظ هنا أربع المجعدة ثلاثة وواحد إذا أربعة نسبة أربعة إلى اثنى عشر إلى أربعة كنسبة ثلاثة إلى واحد وكذلك الحال في الصفة الأخرى البذور الصفراء والبذور المجعدة اثنى عشر إلى أربعة أي كنسبة ثلاثة إلى واحد هذا هو التزاوج ثنائي التهجين نلقي عليكم بعض الاسئله لعلنا نتذكر ما الفرق بين التزاوج احادي التهجين والتزاوج ثنائي التهجين مع ذكر مثال لكل منهما. التزاوج احادي التهجين يتم فيه تعقب صفه واحده مثلا مثل لون البذره. او طول الساق او لون الزهره. اما التزاوج ثنائي التهجين يتم فيه تعقب صفتين مثل لون البذره وملمسها او طول الساق ولون الزهره مثلا هذا يسمى تزاوج ثنائي التهجين. سؤال اخر التزاوج الذي يتم فيه تعقب صفتين معا هو قلنا هو التزاوج ماذا؟ التزاوج ثنائي التهجين نعم سؤال اخر الشكل الموضح امامنا هو مثال لتزاوج ثنائي التهجين وهنا الفرد X السؤال عليه ما الطراز الجيني للفرد المشار إليه بالرمز X في هذا الشكل نلاحظ هنا أنه ناتج من التقاء أحد الأمشاج من الأب المشار إليه بالسهم والآخر بالسهم الثاني فيكون الناتج هنا جي كابيتال مع جي سمول من هناك وجي واي كابيتال من هنا مع اي سمول من هنا اذا جي كابيتال جي سمول اي كابيتال اي سمول اعزائي الطلاب هذه كانت هي التزاوجات ثنائيه التهجين ننتقل معكم الى بعض الاسئله الخاصه بالتزاوجات الوراثيه الطراز المظهري لكائن حي اي من التالي يوضح الطراز المظهري لكائن حي الاجابه هي ان الطراز المظهري لكائن حي يظهر كل السمات التي يعبر عنها فعليا السؤال الاخير الغرض من التلقيح الاختباري تحديد التركيب الجيني للفرد الذي يحمل صفه سائده، هل هذه العباره صحيحه او غير صحيحه؟ نعم هي عباره صحيحه. بهذا نكون قد وصلنا الى نهايه موضوع التزاوجات الوراثيه والتزاوجات ثنائيه التهجين. نتمنى لكم التوفيق والنجاح والى لقاء جديد في درس جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته